يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا خاف الإنسان من الجن أن يتلبس به فهل يعتبر هذا من الخوف الطبيعي أو من الخوف المحرم؟ إذا خاف من الجن يلجأ إلى الله ويستعيذ بالله من شر الجان ومن عين الإنسان، عليه بالاستعاذة والورد. ولا ما أحد ما يخاف من الجن، من السباع، من الأعداء، هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي، لكن يدفعه بالدعاء والورد وغير ذلك، والاعتماد على الله والتوكل على الله. نعم.